احنا ما نستطيع ان نحاكم النوايا، لكن يعني ما شاهدنا مؤخرا كثرة الاستجوابات او التهديد بالاستجوابات. الواقع هذا في الحقيقة يخرجها عن مضمونها ويبعدها عن اهدافها. كثرة الاستجوابات هي تضعف الاستجوابات، هذا من ناحية. من ناحية ثانية تعيق مسيرة العمل في المجلس، أيضا تضيع وقت المجلس، لأن الاستجوابات اللي مضت حضرناها واستمعنا لها ما شفنا شيء جديد، ووجدنا بالعكس أن الحكومة ترد بأريحية. هذا ليس دفاعا عن الحكومة وليس تقليلا من شأن الاستجوابات، لكن إذا الاستجواب مشى في مسار الصحيح راح يؤدي إلى نتيجة، وهذا اللي كان يهدف له الدستور الكويتي ولائحة مجلس الأمة الداخلية لما نظمت مثل هذا الشأن.